هلا هلا عمي هلا خالي اللي شاغل بالك شاغل بالي هلا هلا عمي هلا خالي اللي شاغل بالك شاغل بالي منيح اللي لقيت مصف قريب يا دوب لحق يعني وين اصف يا عالم خلص بصف هون مزدوج مزدوج ما هي كلها دقيقة اشتري اغراض العزومة الدنيا بدها تطير ايه مين هالعبقري اللي صافي المزدوج مسكر علي والله مر علي هالعواية ايه عرقبتي هاي سيارة جاري الهنا شو هالعيش يا عالم وهذا لحقني لهون على البلكون مسكر نفسي وهون مسكر علي خليني أرن عليه وين بده يكون يعني بردش عرقبتي يا بوكل يا بجهز الطبخة صباح الخير بجار الرضا شو بتعمل هون شو بعمل بستنى بحضر جنابك ولك هو أنا موعود فيك وكمان صافي مزدوج بني آدم لا تأخذني يا محجوب جهة الدقة فيك بس والله كنت حاسبها دقيقة دخت على الجاج المجمد يا زلم ولك أخرتني على دوامي يا بني آدم وسكرت الشارع كمان وتفضل هاي باص مدرسة مش قادر يعبر يعني أخرت الطلاب كمان يا زلمة والله والله كنت حاسبها دقيقة شو أسوي لك قلت لي حاسبها دقيقة ثاني مرة يا أبو الحسب والطبيخ لا تصف مزدوج خلص خلص حرمنا بس وطي صوتك بديش أوطي ما هو شي بقهر بالحارة ملزق بوجهي وهون ملزق بسيارتي يا زلمة خلص ولا عمري بصف مزدوج تاكل تفاحة إيش معنى بالعزايم ما في مزدوج هات انتينها هات هلا خالي اللي شاغل بالك شاغل بالي هلا هلا عمي هلا خالي اللي شاغل بالك شاغل بالي